البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. كما قلت لكم اللول مشى ولد التاجر مع ولد السلطان وهكيكا يوصل البيت. كانت تسقف فوق على لحظتها ويراها كيف عروسة متكي على سقيها ودموعها كانت على خديها. ما فهم شي عروسة ودموع. وكانت لحظتها كي جات العين في العين بدت العروسة تمشي على السقين. كانت صوت يرجع تقول صادي وبدت تمشي كما قلت لكم على الساقين لليدين حتى وصلت للبدن الكل ووصلت الرقبته وبدأت تخنق فيه. يحب يعيط يحب يصيح لكن يحس في حاجة مخنوقة وفي نفس الوقت يسمع في تنكيزة في البيت. خزر من الشباك لحظتها قال أكيد فما شكون نقص. في نفس الوقت يحس في درا شكون يوقف وراه. دار على غرادة ودار فيسع ويراه كيف العروسة في وسط الصندوق كيفاش رجعت وكيفاش كانت الله أعلم. صاح صيحة يعلم بها كان ربي وهكيكا ويدور ويحس في شكون شدوا من تالي وطيحوا في القاع. ما نجمش عيط لكن دق الباب ويدخل عليه راجل ما فهمش لحظتها شنية وشكونه وعليجي. كان صوته ما فماش جملة أما تحس فيه في نفس الوقت إنه يتكلم وهو قاعد يثبت فيه ويراه في الجروح هابطة من رقبته تقول تخبيش تضويفر. كانت وقتها توجع فيه بطريقة مش عادية تقول نار يغلي والغريبة الجروح هيك الكل تلمت وتنحات في ساعة ولا أقل. هكيكا يرى في ولد السلطان جاي وفي يده حكاية لا تقول سكينة ولا سيف. كان تحبوا تعرفوا بقية الحكاية استنونا الحلقة الجاية.